السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أحبابي تلاميذ الصف الأول الإعدادي، هنتكلم على درس جديد وهو الدرس الثالث في منهج التاريخ، وهو عصر الرخاء الاقتصادي اللي احنا بنسميه عصر الدولة الوسطى. طيب، عصر الدولة الوسطى بيبدأ من الأسرة الكام للأسرة الكام؟ من الأسرة 11 والأسرة لغاية الأسرة ال 12، يعني الأسرة ال 11 وال 12. إيه ده؟ طب ما احنا تعالى نراجع كده، من 1 لـ 2 العصر العتيق، من 3 لـ 6 الدولة القديمة، من 7 لـ 10 الاضمحلال الأول اللي هو الضعف، بنكمل بقى 11 و12 الدولة الوسطى. طب ليه عصر الدولة الوسطى سمي بعصر الرخاء الاقتصادي؟ بما تفسر؟ ودايما ده سؤال مهم يجي كتير قوي في الامتحانات، لأن ملوك الدولة الوسطى قاموا باستثمار الموارد الطبيعية من أجل النهوض بالبلاد. يعني ايه استثمار الموارد الطبيعية؟ اهتموا ان هم يزودوا الموارد عشان ينهضوا بحالة البلاد. طب عملوا ايه؟ اقاموا مشروعات كتير، زي بقى مشروعات في الزراعة، مشروعات في التجارة. عشان كده عصر الدولة الوسطى بيمثل عصر ذهبي لمصر الفرعونية. ايه المميزات بتاعت العصر ده؟ يعني العصر الدولة الوسطى بيتميز بعدة مميزات، تعال نشوفها. تميز عصر الدولة الوسطى بأربع حاجات: النهوض بيه، زراعة، صناعة، تجارة. تاني حاجة حفر قناة زوستريس، ودي من أهم المشروعات التجارية اللي اتعملت في مصر قديما. تالت حاجة تشغيل، يعني شغالوا المناجم والمحاجر، المناجم مطلعة منها المعادن والمحاجر بياخدوا منها الحجارة عشان المباني. رابع حاجة اتقدمت في الدولة الوسطى الفنون والعمارة والآداب. يبقى أنا لو قلت لك ما هي مميزات الدولة الوسطى هتقول لي النهوض بالزراعة والصناعة والتجارة، 2 حفر قناة زوستريس، 3 تشغيل المناجم والمحاجر، 4 تقدم الفنون والعمارة والآداب في هذه الدولة. طيب ايه اهم ملوك الدولة الوسطى؟ هناخد ملك ملك. الملك الاول هنتكلم عنه الملك النمحات الاول. طبعا احنا متعودين ناخد الملك ده واهم اعماله. اولا الملك ده كان وزير لاخر ملوك الاسرة الـ11. يعني ايه وزير؟ يعني ملك في الاسرة الـ11 كان معين وزير. بعد كده النمحات الاول اعلن نفسه ملك على مصر، وراح مؤسس اسرة جديدة اللي هي الاسرة الـ12. يعني اقدر اقول ان النمحات الاول ده مؤسس الاسره الـ12. اخضع حكام الاقاليم، عمل على الاحتفاظ بعلاقات وديه بينه وبين حكام الاقاليم عشان تبقى العلاقات منهم علاقات قويه، وما كانش بيسلبهم سلطانهم. يعني كان يعين حاكم الاقليم ويدوا له السلطه، بس لازم حاكم الاقليم يقدم للملك النمحات الاول فروض الولاء والطاعه، يعني يسمع كلامه. طب ايه اهم اعمال الملك ده كمان؟ نقل عاصمة مصر من طيبة اللي هي الاقصر الى مدينة الستاوي اللي هي موجودة في الجيزة، ومعناها القابضة على الارضين. ارضين يعني ارض ايه؟ ارض الشمال وارض الجنوب، يعني هي في مكان متوسط بين الشمال والجنوب. كمان من اهم اعمال الملك النمحات الاول ان امن حدود البلاد ضد غارات الاسيويين اللي جايين من ناحيه اسيا، من ناحيه فلسطين، والليبيين اللي جايين من الغرب. وبنى حاجه مهمه قوي سماها اسوار النمحات المبجل في النوبه، ببلاد النوبه، عشان يامن حدود مصر من ناحيه الجنوب. يعني تقدر تقول ان الملك ده امن حدود مصر من ناحيه الشرق من ناحيه الاسيويين، من ناحيه الغرب من ناحيه الليبيين، من ناحيه الجنوب من ناحيه بلاد النوبه. يبقى انا لو قلت لك ان النمحات الاول ايه اللي بيميزه؟ كان وزير لاخر ملوك الاسره الـ11، اعلن نفسه ملك سنه 2000 قبل الميلاد، اخضع حكام الاقاليم، احتفظ بعلاقات وديه معاهم، قدم الولاء والطاعة، نقل عاصمة مصر من طيبة الستاوي، وأمن حدود البلاد ضد غارات الآسيويين والليبيين، وبنى أسوار النمحات المبكر. ملك تاني من ملوك الدولة الوسطى، الملك سونسرت الثالث. احنا كل ملك بنقول أعماله ونقول إيه اللي بيميز عصره. طيب سونسرت الثالث إيه أهم أعماله؟ هو من أشهر ملوك الدولة الوسطى. تميز بشخصية قوية جدا، كان حكمه بيتميز بالعدل، اهتم بالتجارة الخارجية،
علاقته مع الدول الأخرى، إيه أهم أعماله. الملك ده يعتبر عمل أهم أعمال تجارية في التاريخ الفرعوني، إنه وصل نهر النيل بالبحر الأحمر عن طريق حفر قناة عرفت باسم قناة سيزوستريس. سيزوستريس يبقى قناة سيزوستريس بتنسب للملك سونسيرت الثالث. وعلى فكرة الاسم ده هو الاسم اليوناني أو الإغريقي اللي كان بيطلقوا الإغريق على اسم الملك سونسيرت الثالث. القناة دي تعد أقدم طريق مائي بيوصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، يعني تقدر تقول إنها قبل فكرة قناة السويس. طب إيه النتائج لما اتحفرت القناة دي؟ أولاً السؤال ده مهم أوي، بيجي في الامتحانات، ما النتائج التي ترتبت على حفر قناة سيزوستريس؟ هتقول لي 1، زيادة النشاط التجاري مع فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط. زي إيه جزر البحر المتوسط؟ زي جزيرة كريت وجزيرة قبرص. 2، زيادة الصلات التجارية مع بلاد بونت. ايه هي بلاد بونت؟ اللي هي الصومال دلوقتي. يبقى تاني، ما النتائج اللي ترتبت على حفر قناة زوستريس؟ زيادة النشاط التجاري مع فلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط زي كريت وقبرص، زيادة الصلات التجارية مع بلاد بونت اللي هي الصومال الحالية. طبعا دي الصورة او الخريطة اللي قدامك دي لقناة سيزوستريس، ولو انت خدت بالك من الخريطة هتلاقي ان القناة كانت بتخرج من النيل متوصلة بالبحر الاحمر اللي هي خليج السويس، ودي اول قناة كان يتم حفرها عشان توصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط عن طريق النيل. بعد كده من اهم الاعمال كمان اللي عملها سونسيرت اللي امن حدود البلاد من ناحية الجنوب، يعني من ناحية بلاد النوبة، وهنا شيد قلعتين، يعني زي القلاع عشان حماية حدود البلاد، كان سماهم قمنة وسمنة، والقلعتين دول فيهم لا زالوا حتى الآن بقايا موجودة في جنوب أسوان. طيب كمان الملك ده كان بيهتم بالحفاظ على حدود البلاد، فنقش لوحة موجودة برضو في بلاد النوبة بيناشد فيها خلفاء وكل من يأتي من بعده أن يحافظوا على تلك الحدود، قائلا أن من يحافظ من أبنائي على هذه الحدود التي أقمتها فإنه ابني وولدي، أما الذي يهملها ولا يحارب من أجلها فليس بابني ولم يولد مني. تاني، يبقى النقش اللي عمله الملك سونسيرت الثالث في بلاد النوبة لوحة حجرية كتب عليها أن من يحافظ من أبنائي على هذه الحدود التي أقمتها فإنه ابني وولدي، أما الذي يهملها ولا يحارب من أجلها فليس بابني ولم يولد مني. ده بتدل على وطنية هذا الملك والحفاظ على حدود البلاد. بعد كده هنتكلم على الملك ابن نمحات الثالث. الملك ابن نمحات الثالث من أعظم ملوك الأسرة الـ12، وده ليه أعمال كتيرة جدا. فهو صاحب معبد، أو هو اللي بنى معبد سمي معبد اللابرنت، والمعبد ده كان بيعرف باسم قصر التيه. ليه سمي قصر التيه؟ لأن كان الزائر اللي بيخشه بيتوه فيه من كتر ضخامة هذا المعبد وعدد حجراته. طيب ليه الملك ده نمحات الثالث كان من الملوك العظام؟ هو حرص على نهوض بالبلاد في كافة الأعمال، فاهتم بالزراعة خاصة شؤون الري، فعمل مقياس على النيل، مقياس عشان يحدد ارتفاع او انخفاض مياه نهر النيل، وده عمله عند حتة كده عند اسوان اسمها الجندل الثاني او الشلال الثاني عشان يحدد المساحة المنزرعة وتقدير الضرب. هنا سؤال مهم بيجي دايما في الامتحانات، بما تفسر اقامة الملك النمحات الثالث لمقياس على النيل؟ الإجابة برافو عليك، لتحديد المساحات المنزرعة وتقدير الضرائب. كمان بنى سد اسمه سد اللاهون، في الفيوم لاستفادة منه في ري الأراضي الزراعية وعشان يتوسع في الزراعة. كمان بنى هرم ليه في هوارة بالفيوم اللي هو قدامنا في الصورة ده، وده من الأهرامات القديمة اللي اتبنت في عصر الأسرة أو الدولة الوسطى، في عصر الأسرة الـ12. بكده نكون خلصنا الملك ابن نمحات الثالث، يبقى خلصنا نص المحاضرة بتاعتنا على الدولة الوسطى
ونتمنى تكونوا استفدتم من المحاضرة، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله نكمل فيها الدولة الوسطى، وشكراً.